الفلسفة وسؤال التكفير، من صدمة الحداثة إلى صدمة التكفير، لماذا تم تكفير ابن سينا؟ مرحبا بكم على قناة إنيفيرساليس للثقافة والفن في الحلقة الثانية من سلسلة الفلسفة وسؤال التكفير التي نخصصها للحديث عن الفيلسوف الطبيب ابن سينا ومعاناته من تهمة التكفير، على الرغم من أن ابن سينا عرف بموسوعية فكره وعقلانيته وبراعته في مجالات علمية كثيرة أهمها الطب، حيث ساهم بكتبه في هذا المجال إلى انتقال الطب إلى أوروبا، وظلت كتبه معتمدة قرونا طويلة. عرف ابن سينا بلقب الشيخ الرئيس، أو كما أطلق عليه الغربيون أمير الأطباء وأبو الطب الحديث. بلغ عدد مؤلفاته حوالي 200 كتاب في العديد من المجالات أهمها الطب والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، وهو أبو علي الحسين بن عبد الله الشهير بالشيخ الرئيس ابن سينا. ولد في قرية أفشنا بالقرب من بخارى أوزبكستان حاليا، وتوفي في همدان إيران حاليا حوالي 1037 ميلادية، نتيجة المكانة العظيمة التي تبوأها في العلم والفلسفة ونتيجة استفادة الإنسانية من طبه وفكره. يحتفل محرك البحث لعلم جوجل به في شهر غشت من كل عام، ولا يأتي هذا الاحتفال بهذا الفيلسوف المسلم المعروف في الغرب باسمه اللاتيني أفيسينا من فراغ، خصوصا مع وجود آلاف الفلاسفة والأطباء والعلماء ذوي التخصصات المختلفة حول العالم. لكن ابن سينا لم يكن صاحب اختصاص واحد، بل كان موسوعيا، فشهرته ونبوغه في الطب والرياضيات والكيمياء والمنطق والموسيقى لا تقل بحال عن شهرته في الفلسفة، لذلك لا غرو في أن تتصدر صورة متخيلة له القاعة الرئيسية بكلية الطب في باريس، ما يعني أنه كان الأكثر تأثيرا في مجال الطب، ولا سيما أن كتابه العظيم القانون في الطب كان يمثل النص الطبي المعتمد في العالم الإسلامي وأوروبا لأكثر من 6 قرون. لم يعتمد ابن سينا في مجال الفلسفة على مذهب واحد من مذاهب الفلسفة اليونانية، فلم يكن مشائيا تابعا لأرسطو فقط، بل بنى فلسفته متكئا على مزيج من مذاهب اليونان الفلسفية كالأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة، كما استفاد من المدارس الهندية والفارسية القديمة، فجاء مذهبه الفلسفي خليطا شاملا لأكثر من رأي ولأكثر من مذهب. لم يتقيد ابن سينا إذن بآراء أرسطو وحده، بل لم يتقيد بآراء أحد من الفلاسفة الذين سبقوه، فقد كان صاحب استقلال في الرأي. ويحمل كتابه الشفاء الذي حرره أثناء إقامته بأصفهان جذور تقدمية خاصة على المستوى السوسيولوجي، ففيه يعرض ابن سينا أفكارا في العمل وفي التعطل وفي قضية حرية المرأة. وقد ناقش في كتابه الشفاء وجوب تأمين الدولة العمل للكل أو إعانتهم على الحياة، وهذا ما يسمى اليوم إعانة البطالة، كما أنه نبه إلى وجوب تحمل الدولة أعباء إعانة أصحاب الإعاقات الجسدية، كما تكلم في هذا الكتاب عن قضية حرية المرأة وفلسفتي العدل والسعادة. ما ورد في كتاب الشفاء من أفكار ودعوات وطروحات وقراءة للمجتمع يعبر عن حداثة قل نظيرها حتى في عصرنا هذا، فما بالنا بذلك العصر القديم؟ ولا شك كان لابد
من أن تمر قرون طويلة جدا حتى يتقبل المجتمع العربي الإسلامي الأفكار المتعلقة بالمرأة، الأفكار المتعلقة بالحرية، المتعلقة بالفكر. بل ونحن في هذه الألفية الثالثة لم يستطع المجتمع أن يتقبل الدعوات التحررية التي تسعى إلى تكسير القيود عن المرأة. كما كان ابن سينا بارعا في الموسيقى، فكان أول من علل كيفية حدوث الأنغام الغليظة المنخفضة والأنغام الرفيعة العالية، وأول من تحدث عن السلم الملون المكون من أنصاف نغمات متتالية، وأول من تحدث عن الفواصل الموسيقية المتحدة، ولقب بالشيخ الرئيس وبغالينوس العرب وهو في ريعان شبابه، حيث اعتلى المرتبة الأولى في الطب قبل أن يتم 22 من عمره، واغترف من العلم واللغة واستوعب ما اغترف في صباه ما لم يتيسر لغيره قبل منتصف العمر أو قرب الشيخوخة. ابن سينا عالم وفيلسوف من العيار الثقيل، انتقلت فلسفته وعلومه إلى الغرب، وأحدث ثورة علمية فلسفية بينما ظلت كتبه مهملة في وطننا الإسلامي العربي. لم نستفيد من فلسفته وعلمه، بل راح فقهاؤنا منذ القديم يبحثون عن الثغرات في فلسفته ليلصقوا به التهمة الجاهزة، تهمة الكفر. وقد ظلت هذه التهمة لصيقة بهذا العالم الطبيب الفيلسوف قرونا طويلة، ولا زالت التهمة لاحقه ونحن نعيش الألفية الثالثة. لا زال الفقهاء يؤججون عليه صدور الشباب وغير الشباب، لا زالت الأسئلة تطرح على الفقهاء في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع دينية متعددة، وكل الأسئلة نلخصها في سؤال واحد وأوحد يتكرر كثيرا، هو: ما هي علامة كفر ابن سينا؟ طبعا سنعرض لنماذج من هذه الأسئلة، وسنعرض أجوبة الفقهاء التي لا تختلف عن أجوبة الفقهاء منذ 10 قرون، هي نفس الأسئلة ونفس الأجوبة تشتر طيلة أكثر من 10 قرون. ولكن قبل أن نعرض لهذه النماذج نطرح سؤالنا المحوري: من كفر ابن سينا ولماذا؟ رغم وجود بعض الاختلافات بين الفارابي وابن سينا، ولكن يجمع الدارسون على أن ابن سينا من العلماء الذين ساروا على نفس نهج الفارابي في فلسفاته، وهذا التشابه بينهما في بعض المسائل وجده المعارضون فرصة لاتهامه بالكفر كما اتهموا الفارابي قبله. إذن كفر ابن سينا بسبب أفكاره هذه من طرف عدد كبير من معارضيه وعلى رأسهم الغزالي. إذن كفر ابن سينا من طرف عدد كبير من معارضيه وعلى رأسهم الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال، والغزالي كفر أيضا الفارابي، وأكد التكفير ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، كما كفره ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، وكفره كذلك ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين. تعرض ابن سينا للملاحقات من قبل أعدائه، بل وأدخل السجن أكثر من مرة. يمكن أن نقول لقد دفع ابن سينا ثمن عبقريته غاليا بسبب نزعته الفكرية وتوجهه الفلسفي. في الحقيقة تعرض كل فلاسفة الإسلام لحملات تشويه وتزييف، رغم ما قدمه الفلاسفة للحضارة الإسلامية من خدمات جليلة. أسروا الحضارة بالعلم ونور العقل، وجعلوا من الحواضر العربية مراكز ثقافية علمية عالمية، إلا أن التوجه الأصولي أحكم سيطرته على الفكر والعقل، وعمل على صياغة التاريخ
انطلاقا من المواقف الدينية المتزمتة، وهذا ما جعل صورة الفلاسفة تنهار ويصيبها التشويه كما يقع حاليا في كل البلاد العربية، حيث يتم تشويه الفيلسوف والمفكر والمثقف والمعلم. حينما نعرج على التاريخ الأصولي نجد أنه تم تكفير غالبية الفلاسفة، سواء الفارابي أو ابن سينا أو ابن رشد. تزعم هذه الحملة الكثير من الفقهاء على رأسهم الإمام الغزالي المعروف بحجة الإسلام، كفر الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة. ويرى الكثير من الدارسين أن الغزالي قصد بهذا الكتاب أن يسيء لابن سينا، ويظهر الغزالي في كتابه أعداء كبيرا للفلاسفة عامة. وهنا يحضرني السؤال، لماذا كفر الغزالي الفلاسفة؟ ولماذا هاجم ابن سينا بالذات؟ يمكن القول إن الغزالي ومن بعده ابن تيمية يتحملان المسؤولية في ضياع حضارة المسلمين، فقد ساهم معا في إطفاء شعلة الفكر وتعطيل العقل، ولازال أتباع هذين الفقيهين يمارسون وصايتهم على العقل ويدمرون كل بارقة أمل للنهوض والتغيير. كان الغزالي يعادي الفكر والتفكير والعقلانية، وهي نفس المبادئ التي تقوم عليها كل نزعة فلسفية وفكرية علمية. كان ابن سينا يتزعم العقلانية بما أنه اشتغل في الطب العام والطب النفسي والموسيقى والفلسفة. كان الغزالي يدعي وهو يتهجم على ابن سينا أنه يدافع عن العقيدة، وأنه يتصدى لرياح الإلحاد التي تهب حسب زعمه من الفلسفة. كان الغزالي من أنصار المذهب الأشعري وساهم في تقويته ونشره، وقد أدى هذا المذهب المنغلق إلى الانحطاط العلمي والعقلي. ولا يزال المذهب الأشعري من الأكثر المذاهب رواجا حتى اليوم في الكثير من الدول العربية، يساهم في نشر الكراهية تجاه العلم ويبعد العرب عن ميدان الابتكار والتأثير العلمي وتغيير مجرى المسار العقدي العربي المنفتح على العلوم وابتكارات الحضارات الأخرى. وهكذا ستساهم تنظيرات الغزالي في ميدان العقائد والروحانيات في إمعان العقل الإسلامي في رفض قوانين العلية والسببية وغرقه في الخرافات والغيبيات. لقد نجح الغزالي وأتباعه كابن تيمية وابن القيم في تغييب كتب ابن سينا عن الدراسة، فعلى الرغم من أنه من أهم الفلاسفة المسلمين، لكن تكفيره تسبب في قلة الإقبال على قراءة أفكاره ودراسة مؤلفاته الفلسفية واكتشافها ونقدها. الغريب أن الغزالي سارق الكثير من ابن سينا رغم العداء الذي كان يكنه له. للأسف المجال لا يسمح لإظهار ذلك بالتفصيل الآن، وقد نخصص لهذا الموضوع حلقة أخرى لنبين فيها مواطن سرقة الغزالي من ابن سينا. امتد تكفير ابن سينا 10 قرون، ولازال يتعرض للتكفير في الألفية الثالثة، ولازال الفقهاء يحاولون إبعاد الدارسين الشباب الباحثين عن المعرفة عن مؤلفات ابن سينا بحجة أنها تؤدي إلى الكفر والإلحاد. وهناك نماذج صادمة سأقتصر على بعضها. في كتاب مدرسي بالمدارس الأردنية وفي مقرر 5 ابتدائي هناك فقرة تكفر العالم ابن سينا وفقا لنهجي ابن تيمية والغزالي. ورد في درس ابن سينا في مادة اللغة العربية للصف 5 ما يلي. يطرح سؤال،
ما رأيك بابن سينا؟ الجواب الموجود دائما في الكتاب المدرسي هو كالتالي: على الرغم من مكانته العلمية، إلا أنه رجل ملحد فلسفي قرمطي يسب الصحابة، وقد حكم بكفره شيخ الإسلام ابن تيمية والغزالي. هذا النموذج يبين فظاعة الأمر ومحاربة العقل والعمل على تربية الأطفال على كراهة العلم والمعرفة وتكفير المفكر ونبذ الفلسفة. لا شك أن هذا النظام التعليمي يسعى إلى إنشاء دواعش ستساهم في قتل الحياة في أوطاننا العربية. نقترب من الأنترنت ونصل إلى موقع اسمه الإسلام سؤال وجواب. في هذا الموقع طرح السؤال التالي: هل ابن سينا حصل منه كفر؟ الجواب من طرف فقيه بعد أن أورد أراء الغزالي وابن تيمية التكفيرية، يخلص الفقيه صاحب الجواب إلى ما يلي، إذ يقول: فقطع علماء زمانه ومن بعدهم من الأئمة ممن يعتبر قولهم أصولا وفروعا بكفره، إلى أن ينتهي إلى تقديم نصيحة إلى السائل، والواجب البراءة من إلحاده وكفرياته والحذر من بدعه وضلالاته. ننتقل إلى موقع آخر يسمى الإسلام ويب. ورد استفسار، يقول صاحب الاستفسار: أريد القول الشافي في عقيدة ابن سينا، وذلك لأني قد قرأت أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد كفاره. الفقيه المجيب على الاستفسار ينهج نفس ما قاله الفقيه السابق، يعود إلى الغزالي وابن تيمية ويكرر أقوالهما في كفر ابن سينا، ويؤكد على أن كل الفقهاء اتفقوا على كفره. ويخلص المجيب على الاستفسار المطروح إلى ما يلي: إن عقيدة ابن سينا التي تؤخذ من كتبه فيها كفرية جلية ظاهرة، حرب تكفير الفلاسفة استمرت قرون طويلة جدا، وكانت لها آثار كارثية على حضارتنا وثقافتنا، أدت إلى تقوية سلطة الفقيه وتراجع سلطة المثقف والمفكر والفيلسوف. عانى الفلاسفة المسلمون كثيرا من الحملات التكفيرية، ويعاني حاليا المفكرون من نفس الحرب الشرسة. ولا شك أن الإنعكاسات كارثية أدت إلى هيمنة ثقافة التفاهة، ثقافة الفقيه، ثقافة الدروشة. وحينما نقف الأطراف التي كانت وراء الحملة المعادية لنوال السعداوي، نجدها تنتمي إلى الجهات المعادية للمعرفة والعقلانية والحرية، الأطراف التي من مصلحتها أن يستمر غياب العقل. إن تلك الحملة التي وظف فيها العنف اللغوي تعبر عن تفريغ مكبوتات كثيرة، منها الفشل في مقارعة نوال السعداوي حية فانتقموا منها وهي ميتة، وكأنهم يريدون أن يغتالوا ميتا. طبعا قد نختلف مع السعداوي في الكثير من أفكارها، ولكن هذا الاختلاف يدعو إلى النقاش، إلى فتح نقاش، وليس إلى غلق منافذ العقل ومنافذ التفكير. لكن السعداوي امرأة لا تنتهي بموتها، لأنها أصبحت فكر ومشروع مجتمعي، مشروع يقوم على العقلانية والديمقراطية والحرية، وهذا المشروع لن يموت أبدا، لأنه مستقبل أطفالنا وغد أبنائنا، وسنناضل من أجل أن يتحقق، ولا بد أن يتحقق. إن مخطط التكفير هو واحد، سواء سقط على ابن سينا أو الفارابي أو على نوال السعداوي أو على فرج فودة، ومخطط إقصاء العقل، مخطط ضمان
هيمنة سلطة الفقهاء. لهذا علينا دائما أن نصر على ضرورة استرجاع نور الحق، وعلى ضرورة مواجهة الخطاب الظلامي الذي يقودنا نحو الهوية. لهذا أدعوكم للانخراط في قناة إنيفرساليس للثقافة والفن. القناة غير ربحية، القناة تتبنى مشاريع تنويرية. ساند التنوير وناضل من أجله. إلى اللقاء.